أصبحنا وأصبح الملك لله. إيش قلت أنا؟ عشرة، إيداش، اثنا. مو سرير اطفال الله يسلمك يا الحجي. يا ابن الناس يا ابن الناس، بس هذه بس تحط فوقهم الكتب، الكتب ما سبتهم شيء، ما اخذنا حق الكتب يا الحجي. مو مشكل، مو مشكل، ما توقف، شوف ما توقف، هاي مكتبه ما توقف يا ابن الناس، هاي ما ينبل هالشيء، ما ينبل، بس شويه تدي يا الحجي. عطني بيزاتي الله يا ابن الناس، بس تطاول عطني بيزاتي يا الحجي. عندك شغل واجد، عندك زباين واجد. اخر كلام، عطني بيزاتي. الشمس عليك 60 افضل. هذه طاولتك حجي، وهذه شغلكم المبهدل، شغلكم اللي كله تلويص في تلويص. ليش يا اخو تلويص؟ تلويص وش في من تلويص؟ شوف شغلك، ما لحد وديتها البيت اللي هي كلها طاقه فوق حدر. ابي اعرف ان انسانكم ليش حلو. هدي اعصابك يا اخوك. هذا مهدي اعصابي، مهدي اعصابي. هذه يا اخوك بس انا اخذها لك وتيت لك بقوه. يعني هذا يعني كلمه اقول حجي، كل ما اجي تسوون لنا مشاكل وتبيعوننا حكي، تبيعوننا حكي ونجيكم نفس الكلام اللي تقوله. باكر اجيبها لك. زقر هاي باكر ما ابيها. ليش؟ ابي فلوسي. فلوسك؟ ابي فلوسي. هذا اللون يا الحين وقف الحكي، وقف. وين الكلام الحلو بالكلمات المطبطه؟ وين؟ صدقني ما وقف الحكي. انا الحين الناس ما قلت لك اتيتها لك وباكر تجيك زقر. انا ما بتيتها ولا بتلونها ولا بي شيء. عطني فلوسي ومع السلامه. ابوي يقول لك ما يباها، بعدين نجيب بيزا. تعال بس يبي لها تتيت.
هاي الدنيا ألوان ألوان هاي الدنيا ألوان ناس تغيرت ماضيها نسيت والحاضر هوان هاي الدنيا ألوان بعد طبع الوفا صار الجفا والمؤتمن خان هاي الدنيا ألوان لكن يبقى الأمل بالهمة والعمل والصحوة والإيمان هاي الدنيا ألوان ألوان هاي الدنيا ألوان ألوان هاي الدنيا ألوان ناس تغيرت ماضيها نسيت والحاضر هوان هاي الدنيا ألوان.